الهدنة بين حماس وإسرائيل تدخل يومها السادس، وجهود مصرية قطرية حثيثة لتمديد الهدنة في قطاع غزة. في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مصر تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. استشهاد طفلين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط حملة تدمير للبنية التحتية. الثالثة مساء بتوقيت القاهرة، الواحدة بتوقيت غرينتش. نشرة أخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تتواصل جهود مصر الحثيثة من أجل تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، وتسعى مصر بكامل طاقتها إلى استمرار إيصال المساعدات الإغاثية للقطاع من أجل إنهاء المأساة الإنسانية الحالية. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما أمكن عن أهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان أن الهدنة الفلسطينية الإسرائيلية سارت دون عوائق تذكر في اليوم الأول بعد مدها ليومين، وهو ما استلزم جهودا متواصلة تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وبمساندة أمريكية جادة. وأوضح أنه في سياق هذه الهدنة وصلت مصر جهودها المكثفة على مدار الساعة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وساهم في إرسال هذه المساعدات التي قدمتها مصر نحو 70% منها عشرات من الدول والمنظمات والهيئات الإنسانية والسياسية بعدد 239 رحلة جوية وصلت إلى مصر منذ 21 من شهر أكتوبر الماضي. أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر مطلع بأن حركة حماس أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام. وقال المصدر المطلع إن الحركة يمكنها إطلاق سراح محتجزين لديها ولدى فصائل المقاومة وجهات مختلفة خلال هذه الفترة ضمن الآلية المتبعة. وفي سياق متصل قال عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق إنه سيتم إطلاق محتجزين روس خارج إطار صفقة التبادل. هذا وقد تسلمت الحكومة الإسرائيلية قائمة بأسماء المحتجزين الذين تعتزم حركة حماس إطلاق سراحهم ضمن الدفعة السادسة في وقت لاحق اليوم بموجب الهدنة التي تشارف على الانتهاء. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه تم إبلاغ عائلات المدرجين في القائمة بقرب الإفراج عنهم دون تقديم مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفاوضات تسعى للتوصل إلى اتفاق هدنة جديدة تتجاوز 10 أيام وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بمن فيهم الجنود مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. تدخل الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس يومها السادس مع ترقب تبادل الدفعة السادسة من الأسرى والمحتجزين، بعد أن شملت الدفعة الخامسة 30 فلسطينياً من النساء والأطفال تم تسليمهم مقابل 10 محتجزات إسرائيليات و2 من الرعايا الأجانب بحسب اتفاق الهدنة.
وفي بتوانيا بالضفة الغربية المحتلة تم استقبال عدد من الأسرى في أجواء من البهجة، وكانت في استقبالهم حشود رفعت أعلام الفصائل الفلسطينية. الأسرى الذين عادوا أدلوا بروايات عن التنكيل بهم وتكسير عظام بعضهم وتركهم دون علاج أو رعاية وفي حالة صحية متدهورة. أما الصورة على الجانب الآخر فكانت مغايرة، فقد شملت رعاية الفصائل الفلسطينية جميع المحتجزين فعادوا في صحة جيدة بشهادة أطقم طبية إسرائيلية. ولأول مرة يتم تسليم المحتجزين ضمن مجموعات مشتركة بين القسام وسرايا القدس منذ بدء اتفاق التبادل. ومن اللافت للنظر ظهور عناصر المقاومة الفلسطينية في كامل عتادهم، ما أثار صدمة وسائل إعلام إسرائيلية من رسائل القوة التي لا تزال المقاومة تبعث بها رغم العدوان الوحشي على قطاع غزة. ذكرت جريدة لاكروا الفرنسية أن مصر رسخت نفسها كفاعل رئيسي لاحتواء الأزمة في غزة وكضامنا لحسن سير عملية تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين. وأشار جون باتيست فرانسوا الكاتب في جريدة لاكروا إلى الدور الموفق الذي لعبته مصر بالتواصل مع أطراف الأزمة، وأن الدبلوماسية المصرية هي التي تولت زمام الأمور. أعربت دول مجموعة السبع عن تقديرها لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين الهدنة الحالية في قطاع غزة. وأيد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان التمديد الإضافي لهذه الهدنة وأي هدنة مؤقتة مستقبلية لتمكين توسيع نطاق المساعدة وتسهيل إطلاق سراح جميع المحتجزين. كما دعا البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية وإطلاق سراح سفينة جالكسي ليدر وطاقمها، مشددا على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين. ما عبر الهاتف سيادة السفير إبراهيم شويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، جهود مصرية واضحة في مرور أيام الهدنة بنجاح ومساعي مستمرة لتمديد أيام الهدنة بالإضافة إلى جهود قطر والمساندة الأمريكية لهذه الجهود، فيما تشير هذه الهدنة وتمديدها في رأيك؟ الحقيقة موضوع الهدنة هذا موضوع مهم جداً، لأن الاعتداء الغاشم على قطاع غزة أمر غير إنساني بالمرة يعني. فلا بد من الهدنة، ونجحت جهود مصر في الوصول إلى هدنة لمدة 4 أيام والآن لمدة 2 يومين إضافيين. هذا أمر مهم جدا، ومصر تبذل جهود ضخمة جدا للتفاهم مع حماس ومع إسرائيل لكي تصل إلى موضوع الهدنة، وموضوع الهدنة إن شاء الله يؤدي إلى وقف إطلاق النار. في رأيك أنها يعني إضافتها أو تمديدها هو خطوة في طريق وقف دائم لإطلاق النار؟ يعني أنا أتصور أن مد الهدنة يؤدي إلى وقف إطلاق النار، وهذا هو الأمر الطبيعي. نعم. ما لم تعد هناك عقبات غير مرئية. طيب، بالنظر للدبلوماسية المصرية ونشاطها لعرض ثوابت الموقف المصري مع الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، في رأيك هذه الثوابت وصلت بشكل واضح إلى العالم، خاصة مسألة الرفض الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين؟ مصر تجتهد للوصول إلى هدنة مستمرة إلى وقف إطلاق النار، وهذا موضوع ليس بسيطا، يحتاج إلى مجهود كبير جدا من تقوم به مصر، واتصالات مكثفة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الجانب الإسرائيلي للوصول إلى هذا الهدف، وهدف مهم جدا وقف نظيف الدم الفلسطيني. نعم. طيب سيادة السفير، يعني الهدنة إلى أي مدى تراها فرصة لإيصال أكبر قدر من المساعدات عبر معبر رفح إلى الأهالي في قطاع غزة مع انهيار القطاع الصحي واحتياجهم الرئيسي للعديد من السلع والمواد الغذائية والطبية أيضا؟ طبعا موضوع المساعدات
الانتقالات التي تصل غدا الى مصر مهتم به جدا، ويعني وصل مجهود المصري الى اكثر من 11,000 طن، وهذا امر طبيعي لان حريصين مصر حريصه على ان يمر ابناء فلسطين من هذه الازمه بسلام. نعم، أشكرك سيادة السفير إبراهيم الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه سيعمل مع إسرائيل خلال زيارته إلى الأراضي المحتلة في الأيام المقبلة لتحديد ما إذا كان من الممكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت الذي تم تطبيقه في قطاع غزة. وفي تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في بروكسل عقب اجتماع لحلف الناتو، أضاف بلينكن أن استمرار الهدنة سيعني إطلاق سراح المزيد من المحتجزين ودخول المزيد من المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستفعل ما بوسعها في الأيام المقبلة لتمديد الهدنة في القطاع. أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الأونروا طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة. وأشار بيان صدر عن الهيئة إلى أن هذه الطائرة تعد رابعة من المساعدات بتبرع من الأونروا، وتحمل نحو 45 طنا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة. وأوضح البيان أنه سيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات. يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه عملية تدفق المساعدات والمواد الإغاثية عبر معبر رفح للتوجه إلى قطاع غزة، حيث تم دخول نحو 250 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والمياه والأدوية وسبع شاحنات وقود، كما تواصل دخول العالقين من الفلسطينيين الذين كانوا موجودين بشمال سيناء. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري حمادة العربي. حمادة، بعد التحية أطلعنا على تطورات لديك بشأن توصل المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح. بعد التحية، يمكن ما زالت المساعدات تأتي إلى مدينة العريش، وهناك استقبال لكل هذه المساعدات من الجانب المصري وتدشين تلك القوافل التي يعني تأتي عبر مطار العريش الدولي وعبر أنفاق تحيا مصر التي تأتي بعدد كبير من القوافل التي تتم من خلال هذه الفترة، والتأكيد على ذهابها إلى معبر رفح. شهدنا اليوم دخول ما يقرب من 250 شاحنة إلى المعبر، تلك الشاحنات التي دخلت منذ 6 صباحا واستمر دخولها حتى قبل الساعة 1:30 ظهرا. تم إجراء عدد كبير من الإجراءات المتبعة عليها، سواء من الكشف على محتويات تلك الشاحنات أو إيصالها إلى المنطقة الوسطى. يمكن هناك عدد كبير من هذه الشاحنات أفرغ حمولته في المنطقة الوسطى المحايدة وخرج من معبر رفح منذ قليل ويتوالى خروج هذه الشاحنات. ما رصدناه أيضا مرنا دخول عدد 7 شاحنات محملة بالوقود، هذه الشاحنات منها 3 محملة بالسولار و4 شاحنات أخرى محملة بالغاز المستخدم في الطهي والذي يمكن سوف يستخدم في إنتاج الخبز وضخه إلى المخابز، بالإضافة طبعا إلى بعض من كميات السولار وتموين أيضا السيارات التابعة للأونروا والسيارات التابعة لنقل المساعدات من الجانب المصري إلى الجانب الفلسطيني. ما وردنا أيضا من أنباء وتسيير قافلة اليوم من جنوب قطاع غزة ووصولا إلى شمال القطاع، تحوي هذه القافلة على عدد من الشاحنات محملة بالأدوية، محملة بالمواد الغذائية، ومحملة أيضا بالمستلزمات المعيشية التي يحتاجها أهالي قطاع غزة في الشمال. أيضا سيارات الإسعاف كان لها دور كبير اليوم، حيث دخلت عدة سيارات إسعاف إلى معبر
رفح، وتم نقل عدد من المصابين، حوالي 9 حالات إصابة تم دخولها اليوم إلى مستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد. أيضا يعني مطار العريش استقبل عدد من الطائرات، وهناك حالة من الحراك المستمر داخل مدينة العريش لتزويد تلك الشاحنات بصورة مستمرة بالمساعدات اللازمة لإدخالها إلى الجانب الفلسطيني. يمكن اليوم هو يوم فاصل، وهو 6 أيام الهدنة التي يمكن سوف يتم مساء اليوم إذا ما كانت هناك تمديد لهذه الهدنة من عدمه، والتأكيد أيضا على الوساطة المصرية القوية ما بين مصر وقطر والولايات المتحدة، إضافة طبعا إلى الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. توقعات بأن من الممكن أن يتم مد الهدنة اليوم أو يومين، لكن حتى هذه اللحظات السلطات المصرية تبذل أقصى جهدها لإدخال أكبر كم من المساعدات. على مدار الأيام الماضية قبل الهدنة كانت المساعدات شحيحة في عملية الدخول، أقصى أرقام وصلنا إليها ما يقرب من 100 شاحنة. اليوم ومع بداية الهدنة نتحدث عن 200 شاحنة بصورة يومية، وفي آخر عدة أيام اليومين الماضيين واليوم السلطات المصرية تدخل ما يقرب من 250 شاحنة يوميا للضغط على الجانب الإسرائيلي لسرعة تفتيش تلك الشاحنات ولسرعة ضخها مرة أخرى إلى الجانب الفلسطيني وتحميلها على شاحنات فلسطينية. هناك نقطة معينة تسري داخل قطاع غزة، وهي شح في الأدوية وشح في المواد الغذائية واحتياجات خاصة الأطفال والمستشفيات للأسرة والأدوية. كان هناك نداء من وزارة الصحة الفلسطينية ظهر منذ قليل عن ضرورة أن يكون هناك مستشفيات ميدانية في قطاع غزة. يمكن كان هناك معدات دخلت بالفعل طوال الأيام الماضية ورصدناها إليكم سواء من دولة الكويت أو من الإمارات العربية المتحدة وقطر، لكن تلك المساعدات والمعدات هي موجودة، جزء منها في الداخل. لم يتم حتى الآن تجهيز أي مستشفيات ميدانية من الدول العربية داخل قطاع غزة، لذلك النداء يتواصل بصورة مستمرة، لأن نقص الأدوية ونقص التطعيمات ونقص الغذاء يهدد بكارثة لأهالي القطاع سواء في الشمال أو حتى في جنوب القطاع. لذلك كان لابد من استمرار هذا النداء وننقله عبر شاشتنا إلى كل أنحاء العالم بضرورة الضغط المستمر سواء من خلال الوساطة المصرية القطرية أو من خلال المظاهرات التي تجوب أحيانا أغلب دول العالم لإنشاء مستشفيات ميدانية بصورة عاجلة في قطاع غزة يعني تلبية استغاثة وزارة الصحة الفلسطينية، وأيضا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرواح، حيث أننا وصلنا إلى ما يقرب من 36,000 مصاب قبل الهدنة. لذلك هناك عدم قدرة للتحمل للقطاع الصحي في غزة بشكل كارثي للغاية، ناهيك طبعا عن نقص المياه الصالحة للشرب، وهو ما ينذر بكوارث أيضا كثيرة. نعم حمادة العربي، كنت معنا مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك على هذا الشرح الوافي. أعرب البيت الأبيض عن امتنانه للحكومة المصرية لدعمها عمليات تسليم المساعدات والجهود الأوسع نطاقا لضمان وصول الإمدادات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين. وأضاف البيت الأبيض أن الولايات المتحدة سوف تنقل ما يزيد عن 54,000 رطلة من المواد الطبية والمساعدات الغذائية جوا إلى المركز اللوجستي الإنساني في مصر لتسليمها للمدنيين في غزة. وأشار البيت الأبيض إلى أن هذه أول عملية تسليم من بين 3 عمليات تسليم مخطط لها في الأيام المقبلة، مضيفا أنه من شأن إمدادات الأمم المتحدة هذه أن تنقذ الأرواح وتخفف من معاناة الآلاف في غزة. احنا بنبذل جهد كبير قوي عشان نخفف ما امكن عن اهلينا في القطاع من هذا التطور اللي احنا بنجابه دلوقتي. تشارك مصر المجتمع الدولي في إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحتفل به في يوم 29 نوفمبر من كل عام، تضامنا مع شعب فلسطين الصامد.
وتأكيدا على حضور القضية الفلسطينية حية وحاضرة في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي. وتحرص مصر على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته، مؤكدة أن ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية لم ولن تتغير، وأن التزامها بمسؤوليتها إزاء القضية الفلسطينية التزام أصيل تبذل في سبيله كل غال ونفيس حتى ينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة. وتطالب مصر المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، كما تطالب بالوقف الدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة وتوفير المساعدات الإغاثية والإنسانية اللازمة بشكل كاف ومستدام. وجهت السيدة انتصار السيسي تحية في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لصمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه. وأكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك أن مصر شعبا وقيادة هي الداعم الأول لحقوق كل فلسطيني حتى يتحقق حلمه ويعيش في دولته المستقلة بكل حرية وكرامة إنسانية. شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لتهديد وجودي واستهداف متعمد ومنهجي، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية ارتكبت في عدوانها منذ 7 أكتوبر الماضي جرائم فظيعة بما فيها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وشنت عدوانا همجيا وحربا انتقامية وجرائم إبادة جماعية استهدفت الأبرياء. وقال أبو مازن في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلي راح ضحيته حتى الآن أكثر من 30,000 بين قتيل وجريح، منهم 70% من الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن آلاف الضحايا تحت الأنقاض وتم إبادة عائلات بأكملها، مشيرا إلى أن الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات واسعة وخطيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بهدف الاستيلاء على الأرض والمقدرات، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية كافة لوقف إجراءات الضم الصامت والاستيطان ووقف الممارسات اليومية للتطهير العرقي والتمييز العنصري في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. انطلقت أعمال اجتماع المندوبين الدائمين بجامعة الدول العربية بمناسبة أحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني برئاسة المغرب الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية. ويشارك في الاجتماع مندوب وممثل الدول العربية وبحضور الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة السفير سعيد أبو علي. ويتضمن الاجتماع كلمات لمندوبي وممثل الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لقد بذلت مصر السيدات والسادة منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر أقصى الجهد لاحتواء الأزمة ومنع اتساعها لجبهات أخرى، فواصلت القيادة المصرية عبر عشرات اللقاءات والاتصالات آناء الليل وأطراف النهار مساعيها الحثيثة لذات الغرض ووأد الخطر في مكمنه. وانخرط وزراء الخارجية العرب في جهد مستمر وتشاور لا ينتهي لصياغة موقف عربي وإسلامي جامع على نحو الذي مخطط عنه قمة الرياض في 11 نوفمبر الجاري. إن موقف مصر القوي والواضح الذي لا مواربة فيه أكد بجلاء أن مصر رفضت وسترفض رفضا قاطعا أي محاولة آثمة لتصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري للشعب الفلسطيني بأي صورة كانت، فما دون ذلك الكثير والكثير من التبعات لمن يعقل الأمور ويستبصر نتائجها. هذا الموقف، هذا الصمود أثبت الفلسطينيين أنفسهم أنهم الأحرص عليه وأنهم يفضلون الموت على أرضهم دون النزوح عنها. لا تزال إسرائيل تسعى لتكرار سيناريو نكبة فلسطين من خلال التطهير العرقي وتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى من بلادهم، وقد أدى العدوان الإسرائيلي حتى الآن إلى تهجير
1.7 مليون فلسطيني داخل قطاع غزة، وهنا نحذر من نوايا ومخططات إسرائيل المستمرة لتهجير القسري أو النقل الجبري للشعب الفلسطيني خارج أرضه. والحال في الضفة الغربية المحتلة ليس أفضل مما عليه الحال في قطاع غزة، فكل يوم يقتحم جيش الاحتلال ومستوطنيه بحملات إرهابية بشعة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ويقتل ويصيب ويعتقل المئات، ويهدم المباني والبنى التحتية، ويحرق الأشجار والممتلكات، ويزيد وتيرة الضم والاستيطان الاستعماري، ويعمق نظام الفصل العنصري الإجرامي. وفي القدس تستمر حملات التهويد والتهجير والقمع والقتل الرهيبة بلا هوادة، ويستمر حصار المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين المسلمين من الوصول إليه ممن تقل أعمارهم عن 60 عاماً، ويستمر اقتحامه اليومي بمئات المستوطنين الإرهابيين ومحاولات تقسيمه زمانياً ومكانياً. المزيد حول اكتمال المندوبين الدائمين في جامعة الدول العربية يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العنين. عقد في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة اليوم اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة. جاء هذا الاجتماع اليوم متوافقا مع أو متزامنا مع يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري، هذا اليوم الذي يحمل في طياته تاريخا وذكريات مع الأشقاء في فلسطين، تاريخ يهم الأمة العربية كلها، حيث دعت إليه الأمم المتحدة في عام 1979 ليكون يوم عالمي للاحتفال والتضامن مع الشعب الفلسطيني بخصوص قضيته. وهذا اليوم له ذكريات يعني مؤسفة مع الأشقاء في فلسطين، حيث إنه يصادف عام 1947 وصدور القرار الأممي وقتها بتقسيم فلسطين دولة للفلسطينيين ودولة لليهود، وهو الأمر الذي رفضه العرب جملة وتفصيلا وقتها. هذا اليوم التضامني العالمي الذي يأتي ذكراه اليوم أو تأتي ذكراه اليوم يصادف مآس على أرض الواقع، حيث إنه يأتي في خضم اعتداء سافر وأثيم من الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء في فلسطين في غزة وحتى في الضفة الغربية. جاء الاجتماع اليوم هنا على مستوى المندوبين الدائمين والذين ألقوا كلماتهم معربين عن أسفهم مما يحدث في الأرض المحتلة من حرق للأرض واغتيال للأنفس التي حرم الله قتلها، ويعربون عن أسفهم وعن تضامنهم وعن مخاطبتهم للضمير العالمي الذي للأسف ظهر جليا أنه يتعامل مع الأمور المشابهة بمكيالين، مكيال هنا ومكيال هناك. 29 من نوفمبر من كل عام يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ومع القضية الفلسطينية التي نتمنى أن تنتهي قريبا بحل شامل وعادل للأشقاء في فلسطين المحتلة. نظمت الأمانة العامة لجامعة دول عربية وقفة تضامنية بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ذلك بمشاركة الأمناء العامين المساعدين وكبار موظفي الأمانة العامة للجامعة العربية. وبدأت الوقفة التضامنية بعزف النشيد الوطني لدولة فلسطين والوقوف دقيقة صمتا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين. وأنب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير الدكتور سعيد أبو علي لإلقاء كلمة تتضمن رسالة التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة. شرفني معالي السيد الأمين العام أن أنوب عنه في هذه الوقفة، وهو يبلغكم أحر تحياته وتقديره لهذه المبادرة، وبالأصالة عن نفسي كذلك أود أن أتقدم إليكم جميعا فردا فردا
بأطيب تحية وتقدير لهذه الوقفة المعبرة عن المشاعر القومية الصادقة والموقف القوي في نصرة فلسطين والتضامن مع شعبها. نحن اليوم بهذه الوقفة لا نعلن ونؤكد فقط تضامننا المطلق والكامل مع شعب فلسطين ونضاله العادل، لنؤكد المؤكد والطبيعي في هذا البيت العريق، إنما لنؤكد أيضاً نصرتنا وانتصارنا لفلسطين الأبية. هذا ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين في فترة مفصلية من تاريخ القضية ووسط عدوان سافر على غزة، مما استدعى ردود أفعال تضامنية عديدة من دول ومنظمات وهيئات دولية. ودعت منظمات وهيئات عالمية إلى وقف فوري للعدوان على غزة، وطلبت بضرورة قيام دولة فلسطينية على حدود 4 يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في ضوء الروابط الوثيقة التي تجمع بين البلدين الصديقين. كما تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي الأراضي الفلسطينية، حيث حرص رئيس الوزراء الياباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس السيسي بشأن كيفية تهدئة التصعيد في القطاع والضفة الغربية والجهود الرامية لتثبيت الهدنة الجارية والبناء عليها نحو الوقف الدائم لإطلاق النار. كما تطرق الاتصال إلى الجهود المصرية لتوفير المساعدات الإغاثية لأهل غزة، وأعرب رئيس وزراء اليابان عن تقدير بلاده لدور مصر وجهودها على مختلف المحاور ذات الصلة بالأزمة الراهنة وبتعزيز الاستقرار في المنطقة. كما شدد السيد الرئيس على أهمية التحرك الجاد للمجتمع الدولي نحو التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفقا لمرجعية الشرعية الدولية. Thank you.
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن عددا من أعضاء الكابينة السياسي الأدنى يؤيد وقف الحرب وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين. وذكرت وفاء الفلسطينية أن زوارق الاحتلال أطلقت النار صوب منازل المواطنين في مناطق غرب خان يونس ومخيم الشاطئ والشيخ رضوان وغيرها من المناطق المحاذية والمقابلة لسواحل القطاع. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن التحذيرات التي أطلقتها الأمم المتحدة بشأن الوضع في قطاع غزة، والتي حذرت فيها من أن حالات الوفاة بسبب الأمراض في القطاع قد تفوق نظيرتها جراء العدوان الإسرائيلي هناك. وأعلنت المنظمة الدولية أن سكان غزة يعانون من النقص الحاد في الماء والغذاء، وأن حالات الإسهال ارتفعت منذ بداية العدوان في أوائل الشهر الماضي بمقدار 45 ضعفا مقارنة بمعدلاتها منذ ما يقرب من عام. من جانبها قالت منظمة الصحة العالمية إن معاناة سكان غزة تجاوزت الحرمان من الماء والغذاء والتشريد، حيث إن العديد من سكان القطاع يعانون من مشاكل نفسية جراء الهلع الذي يتعرضون له منذ بداية العدوان. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد طفلين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة جنين بالضفة الغربية. كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة بالتزامن مع محاصرتها مداخل مستشفيي خليل سليمان وابن سينا. تصعيد كبير تشهده الضفة الغربية مع استمرار تدمير البنية التحتية وحملات الدهم والاعتقال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في محيط مدينة جنين التي أعلنها الاحتلال منطقة عسكرية مغلقة. ومع تواصل الاعتداءات اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال وسط إطلاق النار، كما داهمت القوات عدة أحياء وقصفت مسيرات إسرائيلية مخيم جنين شمال الضفة، مما أسفر عن إصابة عدة فلسطينيين. المستشفيات لم تسلم كمثيلتها في قطاع غزة، حيث أغلق الاحتلال مداخل مستشفيي خليل سليمان وابن سينا بالمخيم، ومنع عربات الإسعاف من المغادرة لعدة ساعات. ووسط تحليق طائرات الاستطلاع، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وداهمت مخيمي عقبة جبر وعين السلطان في مدينة أريحة برفقة جرافة عسكرية. ومنذ 7 أكتوبر استشهد أكثر من 230 فلسطينيا في مناطق مختلفة من الضفة، وأصيب نحو 3000 بحسب إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين. واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب في جنوب القطاع يجب أن يكون محدد الهدف بالحد الأقصى، وأن يتجنب ضرب ملاجئ الأمم المتحدة والمستشفيات. بعد عمليات ضغط وتحذيرات مستمرة من عمليات تهجير ونزوح قسري بقطاع غزة، أفاد مسؤولون أمريكيون كبار بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب على جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين، كما كان الحال حين تم قصف شمال القطاع. ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حذرت دول إقليمية ودولية من عمليات النزوح والتهجير المستمرة وخلق بيئة غير قابلة للحياة بقطاع غزة وتأثير ذلك على القضية الفلسطينية وعلى دول الإقليم. مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية شدد على أنه من المهم جدا أن تتم الحملة العسكرية الإسرائيلية حين تنتقل إلى الجنوب بشكل لا يتسبب قدر الإمكان في عمليات نزوح جديدة، مضيفا أن الرئيس الأمريكي ومساعديه شددوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الإسرائيلية التي أبدت تقبلا لهذه التحذيرات. وعلى الرغم من استشهاد أكثر من 15,000 شخص، بينهم أكثر من 6,000 طفل حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى آلاف المصابين، اعتبر المسؤولون الأمريكيون أن الهجوم الإسرائيلي يجب أن يكون محدد الهدف بالحد الأقصى، وأن يتجنب ضرب ملاجئ الأمم المتحدة والمستشفيات ومواقع إنتاج الكهرباء وإمدادات المياه. يعقد مجلس الأمن جلسة إحاطة على المستوى الوزاري حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.
ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. ويترأس وزير الخارجية الصينية وانج يي الجلسة، فيما يتولى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فانسلاند تقديم الإحاطة. إلى ذلك بعث المندوب الفلسطيني رياض منصور رسالة إلى مجلس الأمن الاثنين الماضي، قال فيها إنه يجب وقف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الهدنة المؤقتة ليست كافية وأن وقف إطلاق النار الكامل والمستدام أمر حتمي يجب متابعته بإلحاح مطلق لإنقاذ أرواح المدنيين. أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على أن وقت التوصل إلى حل الدولتين بين إسرائيل وفلسطين إما أن يتم حاليا أو لن يتم للأبد. أضافت فون دير لاين أن الإسرائيليين والفلسطينيين لديهم فرصة العمر للتوصل إلى حل سياسي في صراعهم المستمر منذ عقود. وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنها تحدثت مع كل أطراف الصراع والدول المعنية الأخرى، مضيفة أن هناك تفكيرا مشتركا حول كيفية حدوث ذلك، وأكدت أن الدولة الفلسطينية المستقلة يجب أن تحكم الضفة الغربية وقطاع غزة. لجنة تلقت أوراق الترشح لعدد 4 مترشحين. بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات الرئاسة خارج البلاد، وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعة على مقر البعثات الدبلوماسية في دول العالم. أبرمت الهيئة الوطنية للانتخابات وجامعة الدول العربية مذكرة تفاهم مشتركة تقوم بمقتضاها الجامعة العربية بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال بعثة رسمية بمختلف مراحلها وإجراءاتها وحتى صدور النتيجة النهائية الرسمية لها. وأكد رئيس الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي حرص الهيئة على تبادل الخبرات مع الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية في مجال الانتخابات والاستفتاءات، وتشمل مهام البعثة الرصد والمشاهدة والملاحظة لكافة الإجراءات والتحضيرات، مع متابعة الحملات الانتخابية للمرشحين والاقتراع وفرز الأصوات، وتأكد من الالتزام بتطبيق ما ينص عليه الدستور والقانون في مصر في شأن الانتخابات الرئاسية، وكذلك القرارات والتعليمات والإجراءات التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات والمعايير الدولية المستقرة عليها في هذا الشأن. أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سهى جندي على أن الجالية المصرية في فرنسا جالية مهمة ومؤثرة. وكانت الوزيرة وصلت إلى العاصمة الفرنسية باريس المحطة 6 والأخيرة ضمن جولتها الخارجية، والتي تضمنت عددا من المدن العربية والأوروبية، لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وتعتزم وزيرة الهجرة عقد لقاء مع أبناء الجالية المصرية في باريس. كما من المقرر أن تستعرض الوزيرة آخر تطورات الجالية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي أتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين. كذلك عقد لقاء مع السادة مسؤولي إدارة الهجرة في الحكومة الفرنسية لبحث التعاون المشترك. نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة تثقيفية بعنوان مصر تستحق، انزل شارك، ذلك لحث الطلاب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكد رئيس الجامعة أن للشباب دورا هام وإيجابي في صياغة المستقبل، واضحا أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجبا وطنيا وقوميا لابد من تأديته لبناء الدولة، وخاصة في هذا التوقيت،
نظرا لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة، مؤكدا أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج. الحقيقة طبعا يعني دايما شباب جامعة كفر الشيخ بيثبت يوم بعد يوم أنه شباب واعي ومثقف ومقدر لجهود الدولة، وإن شاء الله كل شباب جامعة كفر الشيخ على قلب رجل واحد إن شاء الله مشاركين في الاستحقاقات الرئاسية في 1 و2 و3 ديسمبر في أسرنا وأهلنا في الخارج، ويوم 10 ويوم 11 و12 في الداخل، وبنعلن اصطفافنا خلف القيادة الرشيدة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. المشهد المهيب اللي احنا شفناه النهاردة من حماس شباب جامعة كفر الشيخ ودعم القيادات اللي موجودين داخل الجامعة يطمننا على مستقبل مصر، مش بس على الانتخابات القادمة يوم 10 و11 و12. احنا بالمشهد اللي احنا شفناه ده مطمنين على وضع جديد، جمهورية جديدة مشارك فيها كل فئات المجتمع وأولهم الشباب، وهنشوف المشهد ده وإن شاء الله يكون مشهد مشرف بإذن الله. نظم حزب مستقبل الوطن بمدينة الغردقة مؤتمرا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بحضور الآلاف من مواطني محافظة البحر الأحمر وممثلي الأحزاب والتيارات السياسية ومختلف طوائف المجتمع. وخلال فعاليات المؤتمر أشار أمين تنظيم حزب مستقبل الوطن بالبحر الأحمر أحمد الدقاق إلى ضرورة وعي الجميع بحجم الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، مؤكدا أنها لم تكن لتتحقق بدون استقرار وأمان ينعم بهما الشعب المصري. المؤتمر جامع جميع أبناء محافظة البحر الأحمر بجميع أطيافها وقبائلها وشبابها ونسائها، كمان زي ما حضراتكم شايفين النهاردة مشاركين معنا كمان أهالينا، أهالي مدن الجنوب. المؤتمر المستهدفين فيه من 12,000 ل 15,000 مواطن، لنعلن سويا جميعا بتأييد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل أطياف الشعب المصري متواجدة معنا هنا في البحر الأحمر في مدينة الغردقة عاصمة البحر الأحمر لدعم وتأييد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية قادمة، ولا ننسى برضو يعني المواقف وآخرها، وبنشيد موقف السيد الرئيس في قضية الفلسطينية، ويعني فعلا العالم كله رأى أن مصر يعني لها دور كبير جدا في عدم تهجير أهل غزة بفلسطين. بنأيد سيادة الرئيس وبنقول له يا رئيس نعم وألف مليون نعم لحضرتك من الإنجازات اللي تعمل عملت في جمهورية مصر العربية بصفة عامة وفي مدن البحر الأحمر بصفة خاصة. احنا بنقول له سيادة الرئيس، بنقول له نعم يا سيادة الرئيس على الإنجازات اللي انت عملتها، ومحافظة البحر الأحمر بتأيد حضرتك كلها عن بكرة أبيها والناس مبسوطة، ولازم نقول نعم للإنجازات، للحكمة، للعطاء اللي انت عطيته لمصر. حزب مستقبل الوطن حريص من عقد هذه المؤتمرات الجماهيرية على توعية الجماهير بأهمية المشاركة والوصول لنسب مشاركة عالية في الانتخابات القادمة، طبعا تعبيرا عن رأي الشارع ولإرسال رسالة للعالم الخارجي باستقرار الأوضاع في مصر والدعم اللي بيحظى به السيد الرئيس. جئنا هنا من أجل المحبة ومن أجل الاستقرار ومن أجل الدعم وبناء هذا الوطن. لماذا الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ حقيقة نقول نحن شهدنا في الفترة الماضية العديد من الإنجازات التي يعني يلمسها القاصي والداني من بنية تحتية وافتتاح مشروعات، وأفضل ما تم في الفترة الماضية هو مشروع حياة كريمة الذي نال أبناء الصعيد. أكد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على أهمية المشاركة في الانتخابات، كما أوضح أن الكنيسة على مسافة واحدة من كل المرشحين وليس لها توجه سياسي معين، لكنها حريصة على أن يقوم المصريون بواجبهم من خلال المشاركة في التصويت. جاء ذلك خلال استقباله المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والوفد المرافق له، وعبر فريد زهران عن تقديره للدور الوطني الكبير الذي تقوم به الكنيسة المصرية، كما أوضح المرشح رؤيته وأسباب ترشحه للانتخابات، وطلب من قداسة البابا وكل رموز الدينية ومن له تأثير على الشعب المصري دعوة المصريين للمشاركة.
عقد المجلس القومي للمرأة فعالية لإلقاء الضوء على قضية العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات، خاصة في فلسطين والسودان، وتتزامن الفعالية مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. كما تأتي الفعالية في إطار حملة كوني التي يطلقها مجلس الأمن الدولي من 25 من نوفمبر حتى 10 من شهر ديسمبر كل عام. وللمزيد من التفاصيل يطلعنا عليها مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. أهلا بكم وبكل السادة المشاهدين، نحييكم من داخل المجلس القومي للمرأة، حيث نتابع معكم فعاليات الحملة التي أطلقها المجلس منذ أيام لمناهضة العنف ضد المرأة على مدار 16 يوما تحت عنوان كوني. هذه الحملة التي يعني تسلط الضوء أولا على الدور الذي تقوم به المرأة والأنشطة التي تقوم بها في المحافظات المختلفة، وثانيا أيضا التأكيد على مناهضة العنف ضد المرأة كأحد أهم أولويات والملفات الهامة داخل المجلس القومي للمرأة. لكن اليوم كنا بصدد فعالية هامة وهي العنف ضد المرأة في زمن الحروب والأزمات، وتحديدا الحديث عن العنف الذي يمارس ضد المرأة الفلسطينية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وأيضا ما يتم في السودان وأيضا ممارسة العنف ضد المرأة السودانية. اليوم كانت هناك أيضا يعني كلمة هامة لممثلة الاتحاد المرأة الفلسطينية بالقاهرة التي وجهت فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل الجهود التي يقدمها. عودة إليكم مرة أخرى. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام النشرة وهذه عناوين الأخبار. الهدنة بين حماس وإسرائيل تدخل يومها السادس، وجهود مصرية قطرية حثيثة لتمديد الهدنة في قطاع غزة. في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، مصر تطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد لوقف الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. استشهاد طفلين في الضفة الغربية برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط حملة تدمير للبنية التحتية. وصلنا مع حضراتكم لختام نشرة الثالثة، تحية لكم وإلى اللقاء.